السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة عالم لتحترف أينما كنت في الوطن العربي الكبير، رحبوا بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف أقترح عليك من خلاله مجموعة من المواقع المفيدة والتي تقدم لك خدمات مختلفة عبر الأنترنت وبشكل مجاني. كل هذه المواقع شخصيا أستخدمها بشكل مستمر، لذلك أردت أن أشاركها معك اليوم لأنك سوف تحتاج إليها في يوم من الأيام، وأدعوك بطبيعة الحال لإضافتها لمواقعك المفضلة. وقبل أن أبدأ في شرح المواقع أدعوك لعمل لايك للفيديو، وأيضا إن كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك للانضمام لأزيد من 12700 مشترك. إذا على بركة الله أبدأ بشرح الموقع الأول والذي تشاهد معي واجهته الآن أمامك، واحد من المواقع المميزة والذي أنا متأكد على أنك سوف تحتاج إليه. موقع يساعدك على تصميم مجموعة من الأشياء كشعار، غلاف أو شيء من هذا القبيل بدون الحاجة للفوتوشوب، فقط تقوم بالتعديل على القوالب التي تجدها هنا في الموقع، ويعني تجد قوالب حقيقة متميزة. فمثلا نختار على سبيل المثال إنشاء شعار بهذا الشكل، فقط تقوم بالنقر عليه فيتوجه بك لصفحة أخرى من خلالها تقوم بالتعديل على الشعار الذي تختاره. بطبيعة الحال هنا مجموعة من الاختيارات، مثلا على سبيل المثال تختار هذا الشعار للتعديل عليه، وبعد أن تقوم باختيار القالب الذي تريد هنا في الجانب سوف يظهر معك هنا. فقط في هذه الحالة الانترنت ضعيفة جدا، لذلك فأعتذر لهذا الأمر. فقط فلما يظهر القلب هنا تقوم بالتعديل عليه بإضافة الموقع الخاص بك أو صفحتك على الفيسبوك أو أي شيء، فقط تضع الرابط وأيضا تقوم بالتعديل على الشعار، ومن ثم تقوم بتحميله. بطبيعة الحال بإمكانك تغيير خط الكتابة أو أي شيء ترغب فيه وتقوم بتحميله بشكل بسيط، لا تحتاج لا فوتوشوب ولا أي شيء. هذا فيما يخص الموقع الأول. الموقع الثاني واحد من المواقع المميزة للحصول على الإيموجي أو الوجوه التعبيرية. كما تشاهد معي هناك عدد كبير من الوجوه التعبيرية الموجودة في هذا الموقع، فقط تقوم باختيار الوجه الذي تريد بهذا الشكل، مثلا تختار هذا الوجه بطبيعة الحال من أجل مشاركته في مواقع التواصل الاجتماعي، فقط بالنقر عليه تقوم له بنسخ، ومن ثم تذهب لمواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بمشاركته. عدد كبير من الوجوه التعبيرية هنا، وأعتقد أنه واحد من المواقع الذي يجمع جميع الوجوه التعبيرية، فلا تحتاج للبحث عنهم في أي مكان آخر. كذلك من المواقع المميزة عبر الانترنت هذا الموقع الذي يقوم بفحص المواقع المشبوهة. ففي حالة كنت تبحث عن معلومة في الانترنت ووجدت موقع تشك على مصداقيته، فبإمكانك أن تقوم بأخذ الرابط الموقع وتقوم بنسخه هنا، ومن ثم سوف تقوم بالبحث عنه. في حالة كان الموقع سليم وليس به أي مشاكل سوف يعطيك الموقع الضوء الأخضر للدخول للموقع، وفي حالة كان موقع مشبوه وبه ربما بعض البرمجيات الخبيثة فإن الموقع سوف ينبهك ويقول لك لا تدخل لذلك الموقع. وأعتقد أن هذا الموقع من المواقع المميزة والتي يلزمك أن تحتفظ بها دائما. أما بالنسبة للموقع الرابع، موقع مميز كثيرا حيث أنه خاص لكل من يرغب في تعلم لغات البرمجة، فموقع يعطيك مجموعة من الدروس في هذا المجال يمكنك التسجيل فيه بطبيعة الحال، ومن ثم سوف تحصل على دورات في الـ HTML، الـ CSS، الـ JavaScript وأي لغة ترغب في تعلمها بطبيعة الحال. طبعا كما تشاهد يعني عدد كبير من لغات البرمجة، فقط تقوم بالتسجيل وسوف تحصل على الدروس للتعلم من خلالها. الموقع الآخر في نفس سياق الموقع السابق فهو موقع للحصول على دورات لتعلم أي مجال ترغب فيه، فقط بعد أن تقوم بالدخول للموقع سوف تجد عدد كبير من
الدورات بإمكانك بطبيعة الحال أن تقوم بالتسجيل في الموقع، ومن ثم سوف تختار الصنف الذي تريد أن تتعلمه وأن تأخذ فيه مجموعة من الدورات. فقط مثلا تختار التكنولوجيا، هنا سوف تجد مجموعة من الدورات التي بإمكانك أن تتعلم من خلالها. هنا كما تشاهد معي في هذا المكان تجد دورات بها ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، على حسب يعني الدورات الموجودة. فقط تقوم بتتبعها لكي يعني تتعلم ذلك المجال. وبطبيعة الحال تجد الدورات باللغة الإنجليزية، لأن طبعا كما أقول دائما اللغة الإنجليزية هي الأساس الآن، وهي التي ستساعدك على تعلم مجموعة من المجالات عبر الأنترنت بشكل مجاني. أمر الآن للموقع الموالي، واحد من المواقع المميزة للحصول على الصور المجانية. فالكثير من الإخوة دائما ما يبحثون على صور مجانية من أجل الاعتماد عليها في مواقعهم أو في الفيديوهات أو في شيء من هذا القبيل. فكما تشاهد معي هذا الموقع، فبإمكانك أن تحصل من خلاله على عدد كبير جداً من الصور المجانية بجودة عالية وفي مجموعة من المجالات. كما تشاهد يعني فقط تقوم باختيار الصورة التي تريد وتقوم بتحميلها بدون أي مشاكل، عكس لما تأخذ صورة من محرك البحث فهناك دائما تواجهك مشاكل الحقوق بطبيعة الحال. فكما تلاحظ هناك عدد كبير من الصور، فقط تختار هنا الصنف الذي تريد، وبطبيعة الحال هنا تقوم بكتابة اسم المجال الذي تريد أن تحصل من خلاله على بعض الصور المجانية. فالموقع لن يبخل عليك بطبيعة الحال بعدد كبير من الصور المجانية. أما بالنسبة للموقع الموالي، واحد من المواقع المميزة لفحص الملفات على الحاسوب. ففي حالة كنت تشك على أن أحد الملفات بها بعض البرمجيات أو فيروس أو ما شابه، فبإمكانك أخذ الملف إلى هذا الموقع وعمل له فحص بهذا الشكل، والموقع سوف ينبهك على خطورة ذلك الملف، أو أيضا سيقول لك بأن الملف جيد وليس به أي مشاكل، وبالتالي سوف تعتمد عليه وتدخل إليه بدون مشاكل. أما بالنسبة للموقع الموالي فهو واحد من المواقع الجميلة، حيث أنه يقدم لك مجموعة من الألعاب القديمة التي كنا نلعبها في فترات سابقة على مجموعة من الأجهزة التي كانت في السابق. فهو في الحقيقة مميز ويرجع لك ذكريات الماضي، حيث أنك سوف تجد من خلاله مجموعة من الألعاب القديمة كما تشاهد معي هنا، وبإمكانك أن تقوم بلعبها في هذا الموقع. بطبيعة الحال تقوم بتحميلها إلى حاسوبك وتقوم باللعب بها. فهناك عدد كبير جدا من الألعاب القديمة الموجودة على هذا الموقع، والتي كنا كما قلت نلعبها في الأجهزة القديمة بطبيعة الحال، يعني ألعاب الجيل الذهبي. إذن الآن أمر للموقع الموالي، وهو كذلك من المواقع الجميلة للحصول على الخطوط الخاصة مثلا لاستخدامها في الفوتوشوب أو في أي برنامج آخر. فهذا الموقع من المواقع المميزة للحصول على آخر الخطوط الرائعة، يعني حقيقة موقع مميز. الكثير من الإخوة دائما ما يسألون عن هذه الخطوط، من أين نحصل عليها. فهذا موقع من المواقع الرائدة في هذا المجال، يمكنك من خلاله أن تحصل على مجموعة من الخطوط الرائعة. لاحظ على أنه يقدم لك عدد كبير من الخطوط، وبإمكانك أن تعتمد عليها في الفوتوشوب أو في أي برنامج تستخدمه. والآن أمر للموقع الأخير، وهو واحد من المواقع المميزة والتي تحدثت عنه سابقا في القناة، هو موقع لتعلم الكتابة بسرعة عبر الحاسوب. فإن كنت مدون وكنت ترغب في أن تتعلم الكتابة بسرعة، فهذا واحد من المواقع الرائعة في هذا المجال. فقط تقوم بالدخول إليه بهذا الشكل، سوف تجد مجموعة من المستويات بطبيعة الحال. هنا تختار المستوى الذي أنت عليه الآن، ومن ثم مثلا نقوم باختيار هذا المستوى كما سوف تشاهد معي هنا. والموقع
سوف يمدك بمجموعة من النصوص بهذا الشكل، يجب عليك أن تكتبها بسرعة، يعني هذا هو الأساس في الموقع، ويريك كيف تقوم بالكتابة بالأصابع. كما تلاحظ معي هنا فقط تقوم بالكتابة بهذا الشكل، ومن ثم سوف تجد على أن مستواك يتحسن من حين لآخر انطلاقا من هذا الموقع، وسوف تصبح سريع في الكتابة بلوحة التحكم بطبيعة الحال. إذن هذا كل ما في فيديو اليوم. حقيقة المواقع كلها مميزة، كل موقع رائد في مجاله، أعتقد أنها سوف تفيدك كثيرا، لذلك لا تبخل علي بالعمل لايك للفيديو، وأيضا إن كنت تشاهدني لأول مرة لا تنسى ضغط زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس كذلك لكي تتوصل بآخر الفيديوهات بإذن الله. شكرا لك على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد بإذن الله تعالى.